تدفع مالا لفقير استمهله، اجعل المال في ظرف قدمه بأدب، قل أنا المستفيد لا أنت المستفيد، ثم سله قضاء حوائجك. خير الزاد خير الزاد خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من صفات المؤمن أنه يتدبر في كتاب الله عز وجل، تلاوة القرآن شيء والتدبر فيه شيء آخر، والذي يغير مجرى حياة أحدنا هو التدبر في المضامين. من الآيات أو من السور التي من المناسب أن نكررها بمناسبة بغير مناسبة سورة المعوذتين، هذه السورة التي كان السورتان اللتان كان يعوذ بهما النبي الأكرم الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. ما المانع النبي يعوذ ولديه وهما معصومان؟ أنتم تعرفون أن المعصومون منذ صغرهم في دائرة العصمة. عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهد وكهلا. المهم هاتان السورتان، نعم سورتان مرتبطتان فيهما مضامين مترابطة. أولا في كليهما استعاذة، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. ومن ناحية هنالك نعم مستعاذ من جامع مانع، يعني في سورة الفلق استعاذة من بعض الشرور، وفي سورة الناس استعاذة من بعض الشرور، من المجموع تتم الاستعاذة الكاملة. دققوا معي جيدا، في سورة الفلق نستعيذ بالله عز وجل من أي شيء؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب ظلمة الليل، ومن شر حاسد إذا حسد الحساد، ومن شر النفاثات في العقد الساحرة. نعم هكذا مفسر. إذن الساحر الحاسد ظلمة الليل كلها أمور مادية، يعني الساحر إنسان الساحر إنسانا وكذلك الحاسد. إذن الشرور التي نستعيذ بها في سورة الفلق شرور مادية، ليل ساحر حاسد. ولكن في سورة الناس نستعيذ بشر معنوي لا يرى. سورة الناس استعاذات مختلفة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه استعاذات ثلاث من شر واحد، من شر الوسواس الخناس. وبعده إدامة الذي يوسوس في صدور الناس إلى آخر السورة. تأملوا جيدا، في سورة الناس نستعيذ ثلاث مرات على شر واحد وهو الشيطان، في سورة الفلق نستعيذ مرة واحدة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره،
الدرس العملي ماذا؟ نريد أن نستفيد من كتاب الله عز وجل. الآن في شهر رمضان نكثر التلاوة، وفي غير شهر رمضان نكثر التدبر، يكمل أحدهما الآخر. إذن في سورة الفلق نستعيذ بالله عز وجل بوصف الربوبية على شر الليل والحاسد والساحر. في سورة الناس نستعيذ 3 مرات، والاستعاذة فيها تكرار، قل أعوذ برب الناس، ثم ما قال ملكهم، الآية فيها تأكيد، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هناك جمل مستقلة على شر واحد وهو شر الشيطان الموسوس. ماذا نريد أن نقول؟ من يريد أن يكون سالما من الآفات لا بد أن يسد البابين معا. هب أنك بنيت قصرا فولاذيا، كل الأبواب من الفالوذ، من الفولاذ المسلح، ولكن هناك بوابة صغيرة مفتوحة، ما عملت شيئا، السارق أو العدو يدخل من هذا المنفذ الصغير. إذن لا تكن مسرورا، تقول أنا إنسان غير غضوب حليم، جيد، باب الغضب مسدود عليك. أنا إنسان غير شهوي، ما متزوج أو لا رغبة لي في النساء مثلا، باب الشهوة مسدود عليك. ولكن ماذا تصنع بالوساوس الباطنية؟ رأينا بعض المؤمنين لا يرتكب معصية ولكن يشكو من الوسواس القهري، هذه مصيبة. إذن الشيطان نعم لا يدفعك نحو بيت الخمر مثلا. رأيت إنسانا يقول الشيطان مسكني بيدي وأدخلني مثلا محل الخمر وسكب خمرا في الكأس وجعله في فمي، هذا المعنى لا يتفق. الشيطان شغله في الباطن في الجوارح، وبتعبير اليوم يحركك من بعد كهذه الأجهزة المتعارفة عندكم. أنت مستلقي على الفراش والتلفاز أمامك، تقلب قناة من قنوات هادفة إلى قناة محرمة، كله من بعد. الشيطان هكذا يقلب لك الأمور، تستلقي تفكر في أمر حسن راجح، فجأة انتقلت إلى أمر محرم. الشيطان غير الشاشة، غير القناة التي أمامك في قلبك. إذن في سورة الناس استعاذة من شر الشيطان اللعين الرجيم. الآن نذكر التفاصيل، نريد في هذه الدورة أن نأتي على بعض السور المهمة. قلنا أن تقرأ المعوذتين، تعوذ بها الأطفال ونفسك وأنت لا تعلم الفرق بين الفلق والناس، لا تعلم ما معنى النفاثات في العقد، ستأتي سورة الفلق لاحقا بإذن الله. نعود لسورة الناس، قل أعوذ برب الناس. لماذا الآية بدأت بالرب ثم بالملك ثم بالإله؟ القرآن مليء بالأسرار، وإنما يعرف القرآن من خوطب به. أولا قل أعوذ برب الناس، أعوذ بمن؟ بذلك الذي هو رب، يعني هو المدبر. يا رب، الشيطان خلق من خلقك. هذه الأيام هناك ما يسمى بالمضاد الحيوي، ضد أي شيء، ضد الجراثيم. الجرثومة خلق من خلق الله، والمضاد أيضا خلق من خلق الله عز وجل.
يا رب أنت المدبر، أنت الرب، أنت المهيمن. هذا الشيطان أرفع شكوى عليه، أعوذ بك من شر الوسواس. إذن الربوبية من موجبات المانع والحماية. ثم إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، أنت ملك. قد يكون الإنسان مربيا مدبرا ولكنه ليس بحاكم. أبوك يدبر شؤونك ولكنه محكوم من الرعية، فكيف إذا كان المربي هو حاكما أيضا؟ إذن يا رب لك صفة أخرى، هذه الصفات تجعلني أسيطر على الشيطان، وهو أنك ملك. تارة ملك معزول لا حكومة له، هذا لا ينفع. تارة ملك موجود ولكنه لا يطاع، لا ينفع. هناك ملك ولكن الوزراء يختلفون معه، لا ينفذون أوامره، هذا لا ينفع. ولكن كل هذه المعاني لا تنطبق على ملك الناس الذي لا ملك غيره. الآن في دار الدنيا بني آدم، بنو آدم لا يرضخون لحكومته، ولكن ماذا يصنعون في ذلك اليوم الذي يقال لمن الملك اليوم؟ يقال في ذلك العالم لا من مجيب، حتى عزرائيل لا يجيب، قبضت روحه. الشيطان لا وجود له، سكوت مطبق. الجواب من الذي يجيب؟ لمن الملك؟ المجيب من هو؟ لله الواحد القهار. إذن ملك، إذن يا رب أنت ملك، أنت حاكم، اجعلني في درعك الحصينة. إذن الكلام منطقي. وثالثا أنت إله الناس، أنت المعبود. أنا كعبد أين أتوجه؟ أتوجه إلى من أعبده، من أطيعه. أنت مدبر يوجب الالتجاء، أنت ملك يوجب الالتجاء، أنت إله يوجب الالتجاء. أذكر لكم مثالا لطيفا. الولد يعتدي عليه أحد في المدرسة، ولد صغير يضربه طفل. يأتي إلى المنزل يقول يا أبا فلان ضربني. الأب إذا دافع عن فبها، الآن ما دافع، ماذا يصنع؟ يذهب للمسؤول، للمدير، للشرطة، لأي مكان، يقول والدي ما دافع عني. ذهب إلى المسؤول ما أجاب، للمربي رب الأسرة أجاره، ولا الحاكم أجاره. يأتي إلى المسجد يقول يا رب انتقم لي ممن ظلمني. هكذا سير الأمور. إذن هذا السير موجود في سورة الناس. أولا توجه إلى ربك مدبرك، حاشا لله عز وجل أن يقاس بغيره. أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من أبيك وأمك، اذهب إلى ربك. ثانيا الإنسان بعد الأب يذهب للحاكم، هو أيضا حاكم، ملك الناس. ثالثا تذهب للمسجد، هو ربك أيضا، عفوا هو إلهك أيضا. كل الجهات التي تدفعك للالتجاء موجودة في سورة الناس. تتمة الحديث في سورة الناس لاحقا بإذن الله. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر،
اجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والفاتحة مع الصلوات. Yeah.